للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتور فاطمة أهلا بك. بداية، مديرة الشؤون الاجتماعية أصدرت بيان أن 500 معتقل قاصر يقبعون في السجون الحكومية، إلى ماذا يؤشر هذا الرقم؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. حياكم الله مشاهديكم الكرام. 500 معتقل قاصر يعني يعتبر عدد كبير، يعني وهذا فقط في محافظة واحدة. يعني كما هو معروف أن في العراق يوجد الكثير من عمليات الاحتجاز للأطفال لأسباب كثيرة. هناك احتجاز الأطفال في مناطق النزاعات، وبالإضافة إلى هذا هناك احتجاز للأطفال بسبب انتشار معدلات الجريمة في العراق في محافظات الأخرى التي لا توجد فيها أي نزاعات مسلحة. أطفال المحتجزين يعني، وكما يعني أوضح التقرير لمحافظة النجف، وهو ليس فقط وضعية خاصة، يعني هي وضعية عامة في مختلف أنحاء العراق، وقد هذا ثبت من طريق كثير من التقارير التي وثقتها الكثير من المراكز والمنظمات الدولية الحقوقية. الأطفال المحتجزون في العراق يتعرضون إلى سوء المعاملة ونتيجة ويتعرضون إلى حتى أنواع من التعذيب نتيجة احتجازهم في مراكز الاحتجاز. من المعروف جدا في القانون الدولي أنه لا يجوز يعني احتجاز الأطفال دون سن 18 إلا إذا تم توجيه لهم اتهام رسمي بارتكاب جريمة، وطبعا هذا بعد محاكمة عادلة. لكن في العراق يتم يعني احتجاز الأطفال بشتى التهم أو وأكثرها اشتباه، وحتى الذين يتم توجيههم. دكتورة فاطمة، المشكلة عفوا المقاطعة، أن السيدة عامرة البلداوي من مؤسسة أم اليتيم قالت بأنه لا وجود لأي دار أحداث بالنسبة للقصر لوضعهم فيها. طيب يعني هذه مشكلة أخرى، دولة لم توفر هذه الدور لوضع القاصرين فيها دون سن البلوغ، وبالتالي يعني يظلون في هذه المعتقلات أو يظلون في الشوارع. نعم بالتأكيد، يعني وهذا هو مخالفة للقانون. المفروض أن يتم توفير مراكز احتجاز خاصة إذا تم احتجاز الأطفال بعد أن يتم توجيه لهم تهمة، مراكز خاصة مفصولة عن الكبار، ولا يتم يعني خلطهم مع البالغين. هذا ينص عليه قانون سواء المحلي أو الدولي، ولكن في العراق الحقيقة لا يعملون بهذا، بل يتم يعني تعريض الطفل إلى هذه المعاملة، ويتم يعني لا يتم يعني لا يوجد هناك مراكز احتجاز خاصة في للأطفال، وهذا طبعا يؤدي إلى تعريضهم إلى يعني مخاطر كثيرة. يعني نحن نعرف أن البنية البدنية والعقلية للطفل مختلفة كثيرا عن الكبار، وربما يتعرضون إلى سوء معاملة لكونهم أطفال. طيب، إذا تم خلطهم مع الكبار. دكتورة فاطمة، المواثيق الدولية كفلت حق الطفل، لدي سؤالين. السؤال الأول، أين حكومة من حكومة بغداد من هذه المواثيق، وأين هذه المواثيق من ما يحدث في العراق؟ يعني بالتأكيد الحكومة العراقية يعني تخالف الكثير من الأحكام المنصوص عليها في القانون الدولي، بالإضافة إلى مخالفة القانون المحلي. الحكومة العراقية يعني هي ليست فقط حالة خاصة بالأطفال، بل هي حالة عامة. هناك انتهاكات لحقوق الأطفال بالإضافة يعني إلى الكبار. الأطفال في العراق يتعرضون إلى انتهاكات على مستويات كثيرة أثناء الاعتقال أو حتى خارج الاعتقال. الحكومة العراقية مشتركة وبالعكس يعني تؤيد ما يتم ارتكابه ضد هؤلاء الأطفال، لأنها لا تقوم بمحاسبة من يرتكبون انتهاكات بحق الأطفال، وبالتالي يعني يشيع هذا التصرف وتستمر معاناة الأطفال. العراق يعني تم يعني توثيق الكثير من يعني التقارير الدولية التي تؤكد انتهاك حقوق الأطفال إلى درجة وصولها إلى قتل والتعريض للتعذيب القاسي والشديد، وشاهدنا الكثير من الفيديوهات التي توثق هذا، وكيف يتم حتى توجيه تهم للأطفال وزجهم واعتقالهم بمجرد الاشتباه
بهم بانتباههم إلى أي منظمة إرهابية كانت وتحت مختلف المسميات. نعم. طيب أطفال العراق الآن دخلوا مجال العمل بالمهن السهلة والمهن الصعبة، مهن الآمنة والخطرة، كيف تصفين هذه الظاهرة؟ ويعني هل هناك تبرير لدخول الأطفال القصر لمجال العمل بهذه السن الصغيرة؟ نعم، يعني مع الأسف الشديد يعني ظاهرة عمالة أو تشغيل الأطفال يعني هي من الظواهر التي لها أثار سلبية مستقبلية على المجتمع، يعني الظاهرة مضرة هي في بصحة الطفل، نموه المدني، نموه العقلي، نموه الروحي والمعنوي، بالإضافة إلى هذا يعني هي تشكل إعاقة لتعليم الأطفال. ظاهرة عمالة وتشغيل الأطفال يعني نستقصد هنا تحت سن 18 سنة، يعني هي محصورة بنص الاتفاقات الدولية، حتى منظمة العمل الدولية تحطم يعني عمالة الأطفال لأقل من الذين أعمارهم أقل من 18 سنة. بقية حقوق الأطفال أيضا تحرم، بل يجب حماية الطفل من أي استغلال اقتصادي يتعرض له، ونقصد هنا بالاستغلال الاقتصادي هو عمالة الأطفال. يعني يعني منظمة اليونيسف في عام 2017 في شهر يونيو قالت أن يعني هناك أكثر من 5 ملايين طفل في العراق يحتاجون إلى المساعدة. يعني الكثير من التقارير وثقت يعني حالات التسرب من المدارس، وطبعا هنا تسرب من المدارس يعني الانخراط في مجال العمل سواء العمل السهل أو العمل الصعب، وهذا بالتأكيد يعني كليهما يعني يعرض حياة الطفل إلى الخطر، بالإضافة إلى تعريض صحته، ونرى طبعا مظاهر ذلك من كثرة الأمراض، وطبعا ما يدفع الطفل إلى هذا هو الحاجة الماسة الاقتصادية وحالة الفقر التي يعاني منها العراق بصورة عامة، مما يؤدي إلى تشغيل الأطفال من أجل توفير المادة، خاصة أن أغلبهم يعني يتامى ويعني منفصلين عن أهلهم بسبب يعني ما يمر به العراق من ظروف سيئة من الناحية الأمنية. الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.